السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة الليلة، والتي سنجري فيها حوارا خاصا مع السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي. قبل ما أرحب بضيفي الكريم وقبل ما نبدأ بالسياسة، أريد أخاطب أبنائي وأخوتي بالحشد الشعبي وأقول لهم هذا وعد مني، ما تخلص حلقة اليوم وما راح يغادر السيد فالح الفياض الاستوديو قبل ما أخذ منه موقف وربما تعهد أيضا فيما يخص القضايا اللي شلعت قلبي بها اليوم، وهي مفسوخة عقودهم، الزيادة والفروقات، ملف التسكين الوظيفي، مستقبل الخريجين في الحشد أسوة بوزارة الدفاع والداخلية، والمنح والسلف لمنتسبي الحشد وحشد الدفاع. خليني يمك حاج، خليني يمك بني كلين، حياك الله، شرفتنا وشرفت الاستوديو، حياك الله. نسولف سياسة هسه. أقول المصاب بمرض عضال ميؤوس من طبيا علميا، لا هو يصدق ولا أهله يصدقون، وأنا أشوف أنه هذا النظام السياسي مصاب بمرض عضال وحياته قريبة للنهاية. يعني أمان الأوان خاصة لشيعة السلطة أن يضعوا نقطة نهاية سطر هذا النظام، هاي العملية السياسية، ويروحون ويا شركائهم الآخرين بالوطن ويجدون صيغة أخرى لهذا النظام، عقد اجتماعي جديد لهذا النظام قبل ما يحدث الانهيار الكبير. أستاذ فالح، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ أحمد، بداية يعني درامية. في الحقيقة مستقبل الشعوب والدول يعني يبحث بتأني وينظر إلى من خلال دراسات وليس من خلال انفعال. والعراق النظام السياسي الذي جاء هو أيضا جاء بعد تداول وبحث، نعم بمؤثرات أمريكية أكو، لكن إذا جلس الفاعلون الآن ماذا سينتجون؟ هل سينتجون شيء غير التعديلات الدستورية من أجل رسم معالم؟ يحتاج الموضوع أكثر، جزء الموضوع يحتاج أكثر من التعديلات الدستورية. يعني شنو اللي مثلا تصطوله؟ إلغاء الحكومة، إلغاء النظام، إلغاء الدولة، تقسيم، كلها نتائج، يعني كلها أمور تؤدي إلى كوارث وإلى مصائب أكبر. إذا الدار فيها عيوب أنا في رأيي يجب أن نرممها، والترميم يتطلب إرادة ويتطلب رؤية لما يجب أن نقوم به. وأنا أعتقد أن النظام الديمقراطي هو بطبيعته إذا كان نظاما ديمقراطيا حقيقيا أي الانتخابات هي عملية الترميم. كانت لدينا مشكلة في الانتخابات، هي أفرزت مشاكل بعد ذلك. أستاذ فالح، مشاكلنا أكثر من قضية انتخابات وقضية صراع سياسي يعني الآن أكو أفكار تطرح أنه ليش ما نجي نعيد عملية التأسيس، نجمد الدستور بنفس هاي الطبقة السياسية، تعيد صياغة النظام السياسي بكل مكونات الشعب العراقي، نجمد الدستور، نسوي جمعية تنسيقية، نسوي مؤتمر تأسيسي جديد ونبدأ صياغته قبل ما، يعني إذا مشت الأمور بهالطريقة هاي كثير يشوفون أنه البلد رايح إلى الانهيار. أنا بصراحة ما أنظر الأمور بهذه الطريقة ولا أنظر للحلول بهذه الطريقة. زين. البلد بمقومات جيدة ووضع الناس الاقتصادي والمعاشي بالعموم فرق عن مراحل كثيرة من تاريخ العراق. مستوى دخل الفرد إذا ننظر من ناحية الاقتصادية الصرفة، نترك الطبقات اللي مثلا يجب أن يعالج وضعها بشكل خاص، احنا كنا عايشين في داخل العراق من كل السبعينات الثمانينات التسعينات، نعرف وضع اقتصادي شنو، نعرف رواتب الموظفين شنو، نعرف رواتب القوات المسلحه شنو، نعرف قدره العراقيين على السفر شنو، نعرف قدرتهم على الاكل شنو، قدرتهم على الشرب شنو. نسبتهم يعني 20-30-40-50%، اكو 50% اخر حسب احصاءات، 30% تحت خط الفقر الحكومية. اذا تسمح لي، يعني احنا عندنا مشكله في طبيعه اداره الدوله. مو مشاكلنا مبنية على أنه طبيعة النظام الديمقراطي هو نظام سائد في أكثر دول العالم.
انتخابات وجهات ترشح. أما أنا أريد أن أأتي بطبقة تحكم العراق خارج إطار الانتخابات وخارج صندوق الاقتراع. العراق بلد منوع بتجاذبات تاريخية، أي خرق لمنظومة الحكم الديمقراطي ستؤدي إلى حرب أهلية وتؤدي إلى فوضى. هذا شيء حساس جدا يجب أن يتم المعالجة بدقة. وأنا أعتقد لو تقول لي مثلا شو المعالجة حاليا، أنا متصور المعالجة، وكثيرين قد يكون عندهم هذا التصور، لكن يراد أن إرادة للتنفيذ وإرادة لإحداث هذه التغييرات. العراق حاليا يعني موارده الاقتصادية هائلة بسبب زيادة سعر النفط، فقدرة أي حكومة على أن تقديم منجز ملموس وسريع. حكومة الإطار. نعم، حكومة الإطار. أي حكومة تتشكل، إطار أو أي حكومة تتشكل، متوقع حين حكومة الإطار يعني لازم أن تضع خطط وتصورات وتضع أهداف. هذه الأهداف إذا غيرت المزاج السياسي، غيرت الوضع الاقتصادي، غيرت وضعية الدولة وهيبة القانون، طبعا ستخلق حالة جديدة. وعندما يبدأ العداج التصاعدي هذا سيثير العامل الإيجابي في نفوس الناس. يعني إحنا حاليا نتكلم عن خلل في النظام الديمقراطي، نأتي بنظام جديد غير النظام الديمقراطي لو شنو؟ لا لا، هو نفس النظام الديمقراطي بس الفكرة غير الوجوه. لا، فرصة اعتراف تحديدا لقادة الشيعة أو خلنا نسميهم شيعة السلطة، اعتراف بفشل التجربة اللي كانوا رأس الرمح بها طيلة 19 سنة. عندهم فرصة الآن، موجودين. يعني كل واحد يرمي الفشل على الآخر، يجتمعون ويعيدون تأسيس التجربة من جديد، يشذبوها. يعني شو الطريقة؟ تعديلات دستورية، تغيير النظام برلماني إلى رئاسي، غيره. كله متاح. جيد. يعني ممكن البرلمان وإرادة السياسية هذا موجودة ووضع الاجتماعي والشعبي يدعم ذلك. زين. يتجه إلى تعديلات، تغيير النظام الرئاسي إلى رئاسي، تغيير النظام إلى نظام مزدوج، إلى إحداث تغييرات في بنية النظام، كلها ممكنة. لكن تهديم البيت أنا أعتقد لن يكون وراءه إلا الدمار والخراب. أنا ما أرد هواية أطول بهذا المحور. يعني تهديم البيت ممكن يحصل إذا ما صارت هاي، وهاي كنت أعتقدون هيك، إذا ما صار إعادة صياغة النظام السياسي من جديد. عموما خلينا بالإطار، شلون الإطار بعد انسحاب السيد؟ احنا طبعا انسحاب السيد مقتدى الصدر من انسحاب نواب التيار الصدري بتوجيه من سماحة السيد مقتدى احدث نقلة جديدة في الموضوع، وحمل القوى السياسية الاخرى مسؤولية ان تنهض بالمهمة. وانا اعتقد يجب عليها ان تنهض بما فيهم الاطار بهذه المهمة من اجل احداث النجاح. وهذا النجاح اذا ما حصل انا اعتقد حتى السيد مقتدى والاخوان في التيار الصدري يبدأون ينظرون الموضوع من زاوية جديدة. لكن إذا تكرس الفشل طبعا هذا راح يكرس أمور سلبية. فأمام القوى التكتل الكتلات اللي تشكل الحكومة القادمة فرصة كبيرة لإنجاز عمل يثبت أنهم رجال دولة ويستطيعوا أن يرسلوا رسائل إيجابية للمجتمع وإلى كل الأطراف وحتى الإخوان في التيار الصدري أن نحن في طريقنا لإنجاز أشياء جيدة. وهذا طبعا يشجع العمل المشترك. طبعا تيار الصدر يراقب، السيد يراقب، جمهوره يراقب، حتى النواب اللي استقالوا راح يقول يراقبون، وما نعرف شنو ردة فعلهم. ربما يغيظهم نجاح حكومة الإطار، ربما. لا أنا ما أنظر لهم يعني بسوء نية، أنه هو طرف سياسي، رجل عنده تيار شعبي كبير، هم مصالح الناس يفترض أن تهمه. فإحنا الخلافات السياسية أخي العزيز والتنافس بين الجهات السياسية لا يكون ميدانها مصالح الناس الحيوية ومستقبل البلد. إنما إذا حصل النجاح فأنا مدعات لأن أغير نظرتي إلى الناس الذين أحدثوا هذا النجاح وتفاعل معهم. وما سمعنا من السيد الصدر موقف أنه سأعارض مهما كانت النتائج وسيكون موقف السيد مهما كانت النتائج. الكلام عن انتظار، كلام عن ترقب، نعم بسوء ظن، ما عنده سوء، ما اتكلم عن انه ممكن الموجودين يحصل. لا بس بضرس قاطع قال الجماعه نهائيا لا راح تحالف لا اليوم ولا باكر ولا ادخل وياهم انتخابات. هذا قد يتغير مع الزمن اذا حدثت الحكومه انجازات وتفاعلات. وهو رجل يعني السياسه ما بها مطلقات. يعني انا اذكر الحلقه القادمه تكلمنا انه السياسه هي لغه الواقع، ورجل واي واحد سياسي يتعامل مع الواقع. يعني انا موقفي منك اليوم شيء، غدا
بتغير معطيات معينة، بتغير سلوكيات، بتغير تغير الموقف اللي عندك. أنا أشك إنه شخصية مثل السيد فالح الفياض بوضع السياسي، وضع الوظيفي، الأمني، الاستخباراتي، ما يعرف السبب الحقيقي وراء انسحاب السيد الصدر وما رد جواب دبلوماسي. لا أنا مو محلل سياسي، لكن أنا الظاهر الأمر إنه سمعت سيد مقتدى أصر على نموذج معين من الحكم، وهذا النموذج ما كان إمكانية لي الوصول إليه، فهو اختار أن ينعزل عن هذه الحكومة ويقاطع. خلينا نكون نتوقع مثلا يمكن يكون معارض في البرلمان، لكن هو اختار أبعد من ذلك، الانسحاب من العملية السياسية. وإحنا كنا نتمنى أن نكون شركاء على الأقل في بناء حكومة تكون فرصة من نجاح أكبر. الأسباب الحقيقية يسأل عنها سماحة السيد مقتدى، هو يقدر يجاوب، لكن أنا أتكلم بالظاهر وما رشح عنه من بيانات أنه يرفض الدخول إلا في حكومة أغلبية وطنية يستبعد منها قسم من الإطار. هذا اللي ما صار، هذا اللي ما صار. والمطلب هو صعب يعني في ظرف العراق وفي طبيعة التركيبة الاجتماعية والسكانية، وشفنا يعني ما صار لأسباب كثيرة، أسباب واقعية، دستورية، قضائية، قانونية، سياسية. هذا يدعم حبكتوها عليه حبكة زينة طيلة 8-9 أشهر فاضطر إلى هذا القرار. السياسة أخي العزيز هي هكذا، أنت ما دام ما تشتغل بأدوات العنف والقهر وخارج إطار القانون فهي سياسة كذلك. يعني التنافس الانتخابي وهكذا اشتغلت أنت عنف. تعمل أنه اشتغلت عنف. نعم اشتغلت عنف. يعني الصواريخ اللي تزامن يعني سقوطها على القرمة وعلى أربيل وعلى غيرها كلها كانت وسائل ضغط. لا هي ما كانت فعالة ولا لها تأثير، ومو من إطار يعني إطار ما يشتغل بهذه الأدوات. من جهات قد تجتهد، من جهات قد تكون أسباب أخرى عندها أجندات أخرى، لكن بصراحة الإطار خاض توجه مواجهة سياسية، والمواجهة السياسية أدواتها واضحة، إقناع، كسب، تغيير قناعات، لجوء إلى الأدوات القانونية والدستورية. ونجح بدفع السيد الصدر لاتخاذ قرار انفعالي بسبب تقديري الشخصي وانسحب. بس ما نعرف ايش عاد العدة. احكي لي هسه على الإطار. السيد خلاه أمام مسؤولية كبيرة الآن، المسؤولية تشكيل الحكومة من الإطار التنسيقي. الإطار يجب أن يثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية. جيد جيد جيد. أنا أعتقد كل سياسي، مو بس الإطار، كل سياسي يتصدى أو يرشح البرلمان أو يشكل حزب سياسي هو غير قادر على مواجهة التحدي، هو يعني مذنب في دخول المعترك السياسي. يعني أنت ما قادر تشكل حكومة إذا ما أتيح الأمر إليك. المفروض كل كتلة سياسية تقدم برنامج تشكيل حكومة، رؤيتي لتشكيل الحكومة. مو اللي نستشفه واللي نعرفه واللي نسمعه انه الإطار ما متوحد ديش الوحدة على مشروع واحد، على رئيس وزراء واحد، على برنامج حكومي واحد، أكثر من 3 شخصيات داخل إطار من الصقور طامعة في منصب رئيس الوزراء، أكثر من الخط الثاني هم 4-5 شخصيات من رحم الإطار طالع أيضا طامعة بمنصب رئيس وزراء. هذا أول تحدي راح يصير قدام. هو أنا أقدر أوصف الأشياء بطريقة أعتبرها مشكلة، أقدر أصفها بطريقة أعتبرها طبيعية. أنت تيجي تختار رئيس وزراء، طبعا أكو ناس تجد في نفسها الكفاءة وأكو عدة الأشخاص ممكن يرشحون، هذا طبيعي. ولا أنا ما عندنا واحد يجيب التزكية هو معين مسمى مشخص معروف فلان. طبعا تبدأ الأمور بعدة مرشحين، يتقلص إلى عدد أقل، بعدين يتقلص إلى شخص واحد. هذا منطق الأشياء، وهذا موجود في البيئة الكردية وفي البيئة السنية. هم أكو مشاكل في اختيار رئيس الجمهورية، هم كان أكو صراع داخل المكون السني على عدة أمور. فطبيعة لا نخصصها هذه في جهة معينة. أنا لست هنا في طور الدفاع عن الإطار، واعتبر كيان مثالي لا يمتلك أخطاء، لا يمتلك عيوب، موحد، متراس، غير قابل. لا يعني كل الكيانات العراقية الأخرى بها نقاط قوة ونقاط ضعف، وهذا اللي صار هو نتيجة لفعل سياسي. وأعتقد إحنا لازلنا في المساحة السليمة. تنافس سياسي. بعدكم ما داخلين بالتفاصيل، تفاصيل من يكون رئيس وزراء. يعني معلوماتي إنه السيد نور المالكي عنده رغبة، السيد هاد العامري عنده رغبة. معلوماتي طرح عليك الموضوع وما أعرف ما منطي موقف حاسم
منه؟ لا لا، أنا لست مرشحا لرئاسة الوزراء. لست مرشحا؟ طبعا أنا في مجال ثاني، يعني ما اسمي غير مطروح نهائيا. أنا ما أرشح نفسي لرئاسة الوزراء، وإحنا لم نصل بصراحة إلى تسمية تحديد الأسماء. يعني إنما الأخوان يتكلمون عن المعايير وعن الآليات. آليات شو راح يتم اختيار رئيس وزراء داخل الإطار؟ بالانتخاب، بالتوافق؟ يعني هذا سيصل إليه بالحوار وبالأدوات اللي يعني اللي هم يتفقون عليها. نعم. تأخذون رئيس سيد مقتدى الصدر بأي رئيس وزراء ممكن تتفقون عليه؟ سماحة سيد مقتدى طرف عراقي مهم، لكن هو ليس في وارد يعني أن يشترك في هكذا مشاورات. يعني هو ما يريد يشترك في هذه المشاورات. طبعا طرف يراعى، لكن هو ما مستعد أن يدخل. شو ما مستعد؟ يعني لا رجل مثل السيد مقتدى الصدر قبل يوم من جلسة ترديد البدلاء لليمين الدستوري نزل بيان، البارحة موقف من سيد رئيس الجمهورية. معقولة ما يتدخل حتى لو يعني مو بس علنا، لا بقوة، في موضوع اختيار رئيس وزراء؟ لا، معناها مشترك بالحكومة. إذا يتدخل معناها مشترك بالحكومة غير. لا، معنى جوابك هذا أنه لن نستمع لأي موقف للسيد الصدر. نعم، معنى كلامك هذا أنه لا، ما راح يهمنا أي موقف للسيد الصدر باختيار رئيس وزراء. أنا ما قلت يراعى، أنت قلت يجب أن يأخذ رأيه. أي. ويراعى شيء، وإذا هو الرجل يرفض أن يتداول هذه القضية، يعني اعتبرها مثل الاستفزاز إلى أن تطلب منه رأيك في فلان وفلان، هو رافض كل العملية هذه، رافض كل هذا السيناريو لتشكيل الحكومة. ومن حقه أن يكون له موقف سياسي يحترم إذا هو ثابت عليه، أنه يرفض هذه آلية تشكيل الحكومة، يعتبر آلية باطلة بغض النظر عن الأشخاص، إذا كان زيد أو كان عمرو، يعتبر هذا السيناريو لتشكيل الحكومة سيناريو مو صحيح، لذلك هو نأى بنفسه عن هذا السيناريو. فهي مو قصة أنه هو يعني يهمل رأيه أو يأخذ رأيه. طبعا مو معقولة أنت ما تخلي بحساباتك كتلة من كذا نائب لهم وضع ولهم آلية قيادية وسياسية طبعا، لكن أنت أمام مسؤولية أن هذا البلد إما يحكم أو لا يحكم، تكون في حكومة أو لا تكون، أكو مسار سياسي لبحث الأشياء، وهذا طبعا أعتقد منطق طبيعي. زين، استراتيجية الإطار في طريقة التعاطي مع تشكيل الحكومة، هل هي بطريقها لأنه تتحمل المسؤولية بشكل كامل وما راح تراعي ها والله شوفونا رئيس وزراء خاف ما يستفز الصدر، وخاف إذا جبنا نور المالكي أو شخص آخر راح يستفز الصدر؟ لو لا راح تاخذون بنظر الاعتبار. انا بس احب اصلح يعني الاطار الحديث. أي. انا مو ناطق باسم الاطار. يعني اطار اذا كله يتكلم راح يتكلم بناطقه الرسمي او بيانه الذي يتكلم بكل الوجودات اللي به. اسالني عن ارائي، انا اعطيك ارائي بصراحه. اعطيني رايك. نعم، الاطار هو رايح. اعطيني رايك. اي جيد، هذا رايح رايح الاستراتيجيه. فلا تقول راي الاطار، قول مثل رايك في هذه القضيه شنو. جيد، وما اتمناه وما اريده. انا اعتقد المفروض واحنا نعمل على ذلك، لانه يجب الاطار ان يشكل حكومه تاخذ العبر مما حصل وتاخذ الدروس. والحكومه حاليا مثل الطبيب اللي اول مره يشخص، اي كل التحالفات راح تشير تحالفات من كل الكتل العراقيه مو بس الاطار لتشكيل الحكومه. طبعا الاطار هو يسمي رئيس الوزراء اصبر الكتله الاكبر ومن يتحالف معه، والشركاء الوطنيين راح يعطون رايهم يدعمون او لا يدعمون، وهذا عرف متواجد. بعدين عندما يحصل الاتفاق على ما هو برنامج الحكومه، لذلك انا اعتقد تشخيص ماذا نحتاج في الحلقه، هذا هو المهم. شنو مشاكلنا؟ شنو الأمراض اللي عندنا؟ نحتاج نعم؟ نحتاج حكومة صقور إطارية. مو أول مرة لازم البرنامج الحكومي باعتبار الإطار المسؤول ورأس الحربة في هذه الحكومة. لا، لازم يحدد بوصلته. لا، كلمة الصقور يعني شنو هي؟ الحادة، الحكومة الحادة يعني اللي تستعمل القوة. لا، اللي يقودها خلينا نقول الرعيل الأول أو أنا ما أعتقد هذا صحيح. زين، وممكن يعني بالنتيجة قد يكون أداءها بهذا الشكل. رئيس الوزراء هو شخص التنفيذي الأول، ويجب أن يكون مدعوم من
الكتل السياسية التي رشحته والكتل السياسية التي دعمت ترشيحه الوطنية، وهي ليست نظرية فردية، هو شخص يقود البلد برأيه الفردي المجرد. بعد الاتفاق مع أول إطار اللي رشحه ومع الكتل السياسية اللي تأيده على البرنامج، هو يصير ملزم أمامها بتنفيذ برنامج معين. في هذا البرنامج عنده حرية وعنده قدرة على الحركة، خارج هذا البرنامج نظامنا يقول له من يحاسب، يحاسب من الكتلة اللي رشحتها أو هي تسحبة أو البرلمان يقيله. أوضح سؤالي بطريقة أخرى. نعم. حكومة رئيس وزرائها السياسي، واضح المعالم، واضح الانتماء، وزرائها كذلك سياسيين واضحين الانتماء، واضحين المعالم، لو لا يعني رأيتي رأيك ايش تتمنى؟ أنا ما أتكلم حاليا باسم الإطار، جيد، أنا أتكلم برأيي الشخصي. المحفل هو كله شنو؟ هو سياسي. جيد. أدواته شنو لازم؟ سياسي. سياسي. لكن أنت تتكلم عن مثلا شخصيات حزبية فاقعة، حزبيات مثلا لها واجهة سياسية جدا واضحة وقد تمثل تحديا أو استفزازا للآخرين، غير هذا المنطق نتكلم به. أما الشغلة بالسياسة ومو سياسة شنو يعني؟ هذا شلون يعرف يدير البلد؟ السياسة هي فن إدارة الأوضاع بآليات البحث عن الممكن. فماكو حكومة مو سياسية. أنت تتكلم عن حكومة متحزبة أو غير متحزبة، حزب يحكم، احنا عندنا احزاب تحكم، ائتلاف حاكم، اي ائتلاف حاكم، لكن حاكم. ليس برؤيته فقط، انما بشراكه مع بقيه. انا بصراحه اتمنى يعني اروح هاي القوى السياسيه، الاطار سيذهب الى يروح يجيب شخص مستقل مثل مصطفى الكاظمي مثلا، لو لا رايح على عنده اقطاب وفق اليات معينه يروح يجيب رئيس وزراء واضح المعالم، لو ينتمي الائتلاف دول القانون، لو ينتمي البدر، لو ينتمي للعصائب، لو ينتمي الرأي الشخصي. اي ماكو مشكلة من أي جهة يكون، وقد يكون شخصية مثل معروفة بالاستقلالية لكن سياسي، لكن قادر على أن يحل مشاكل البلد بعد ما نحددها. أنا أعتقد مشاكل البلد أولا استعادة ثقة الجمهور بالنظام السياسي، واستعادة ثقة الجمهور بالحكومة التي تتشكل، وثانيا القدرة على مواجهة كل التحديات التي تحصل بالمرحلة القادمة، ويقدر يكون مع حفظ على السلم الأهلي والحفظ على الأمن القومي الوطني. نقطة أخرى، يجب أن يكون له منهج وخطوات وأفعال واضحة في محاربة الفساد. نقطة أخرى، يجب أن يعمل لوحدة العراق، وهذا ما يشار حاليا من مناهج يمين ويسار، ويطبق مبدأ الشراكة، وأيضا يعالج آثار محاربة الإرهاب، يسهم في دعم هيبة الدولة وهيبة القانون. زين، هذه تتطلب احنا هذه الاهداف نخليها، ونخلي تنمية اقتصادية، ونخلي دعم، ولا مريت على السلاح اللي خارج سلطة الدولة. ماكو منطقة التاريخ ما تلقى دولة ديمقراطية توصف بانها ديمقراطية نجحت بوجود سلاح موازي لهذه الدولة. اقرا كل التجارب. كيف يعني احنا نرفض وجود سلاح خارج الدولة بصراحة. وأنا أعتقد هذا مبدأ غير صحيح، هو يخل في أي نظام سياسي، لكن يجب أن مواجهته، والإرادة الوطنية الشاملة كلها تتكلم عن حصر السلاح بيد الدولة. هل سيأتي رئيس وزراء له إرادة حقيقية في أن ينفذ هذا الوضع ويعزز قوة دور الجيش والقوات المسلحة والحشد الشعبي؟ هو هذا سؤالي، كان هذا بالتحديد كان هذا سؤالي. نعم. برأيك الشخصي، هل يمتلك الإطار إرادة اختيار رئيس وزراء بهذه المواصفات؟ أنا أعتقد يجب، وأنا أتكلم عن رأيي الشخصي، يجب زي. أن نأخذ العبرة من كل ما حصل، ويجب أن نقدم رئيس وزراء قادر على النجاح مع كل الظروف الميسرة لنجاحه. يعني لا نختار خيارات صعبة، لا ندخل في مداخل بها استفزاز، لا ندخل في مداخل فيها، لكن أن يكون رئيس وزراء مثلا المستقل مو شرط يعني، وأن يكون مو سياسي. ليش يعني؟ هي المحفل هو سياسي، وسياسي معقد، ومعقد جدا، يتطلب ناس عندهم حكمة وعندهم رؤية ودراية بحيث يصل الهدف بمراحل، يصل بتخطيط، يصل بتفكير، لأنه البيئة ليست سهلة. والعراق أخي العزيز مو يواجه تحدي واقعي فقط ميداني، إنما إرادات دولية كثيرة، كل يريد العراق بشكل معين،
فإذا العراق يسير باتجاه الصحيح لكن ليس على مشيئة ذلك الطرف، ذلك الطرف يعبي ضد العراق. وأنا شفنا العراق يعني واجه مشاكل داخلية شكلها داخلي لكن حقيقتها بها أبعاد إقليمية وبها أبعاد دولية. فأنا أعتقد أنه يجب أن نأخذ درس من الحكومات السابقة في أنه يكون الأشخاص الذين نرشحهم إلى رئاسة الوزراء نهيئ لهم ظروف النجاح، قادرون على أداء المهمة، لديهم من الخبرة في العمل الحكومي. ونحن لا ننتخب قائد أعلى للعراق ولا ننتخب زعيم العراق، نرشح رئيس وزراء السلطة التنفيذية الأولى. الإطار السياسي، الكتلة السياسية هي التي تصنع التوجه السياسي للدولة. البرلمان هو القائد، رئيس وزراء هو لا، أكو قائد ثاني مو البرلمان، قائد ثاني سمعنا أنه الإطار ده يناقشه، مجلس قيادي، مجلس قيادي من الإطار، و يعني خلينا نقول لمساندة رئيس الوزراء، ما سمي استشاري، لا، قيادات الإطار تريد سو مجلس قيادي يلجأ له رئيس الوزراء أو يأخذ تعليمات رئيس الوزراء منه. لا، رئيس الوزراء في مجال اختصاصه لا يأخذ تعليماته من أي جهة، ولا مو رئيس الوزراء، ولا يصح أن يكون رئيس الوزراء. إنما طبعا رئيس الوزراء يحتاج البرلمان، يحتاج الدعم السياسي، إذا مشاريع القوانين يحتاج إلى البرلمان في الدفاع عنه، في ترويج قراراته، في مساندته في قرارات الصعبة اللي تتطلب الكلام مع الجمهور لكي يتحمل بعض التبعات اللي بها صعوبة. فالنظام العراقي أخي نظام برلماني، يعني البرلمان هو الذي يحكم، البرلمان هو الذي يسمي رئيس وزراء، يعني مو واحد البرلمان يسمي رئيس وزراء ورئيس وزراء يحكم البرلمان، لا، البرلمان هو الحاكم. آليات هذه الطريقة، يعني مثلا الكتل اللي دعمت رئيس وزراء راح تتخلي خطط وبرامج وبرنامج يتفق عليه من كل الجهات السياسية، ندعم رئيس الوزراء وفق هذا البرنامج ولا ندعمه إذا خرج عن هذا البرنامج. طبعا يحتاج إلى دعم سياسي إذا يجلس مع الكتل ويتشاور لدعم الحكومة، لتسديدها، لتنبيهها، لنقدها، هذا منطق طبيعي. جيد، إيش تنصح الإطار وقادة الإطار ورئيس الوزراء اللي راح يرشح الإطار عن طبيعة استراتيجية اللي ممكن يواجه بها مقتدى الصدر في حالة لجوء إلى الشارع؟ لا، أنا ما أعتقد السؤال صحيح. يعني الشخص حاط بباله مواجهة شخصية سياسية مهمة إلى وضع شعبي، إلى بالأمس كتلة برلمانية كبيرة. لا، يعني يجب أن يضع خطط لكسب هذه الشخصية. السؤال شو علاقته؟ نعم، السؤال شو علاقته؟ ليش هاجمت السؤال؟ لا، أكو احتمالية كبيرة أن يلجأ السلبي. أنت تخلي الاحتمال السلبي للمواجهة، أنت إذا ما حاط خطة كسب. أنا أعتقد نجاح رئيس الوزراء سيؤثر على موقف كل المعارضين للحكومة ومنهم السيد مقتدى الصدر. زين، إذا حكومة ناجحة تؤدي أهداف ينادي بها السيد مقتدى الصدر، ليش يكون ضد؟ يعني هذا مو، ما أعتقد يعني منطق صحيح. إذا بها استراتيجية تنصح؟ أنصح بسياسة كسب كل حتى المعارضين وكسب حتى الجمهور اللي عنده بعض النقمة وعنده صدود عن الوضع السياسي. وهذا يتطلب إجراءات سريعة يعني ملموسة اقتصادية ملموسة. ما اقتنع السيد ونزل الشباب للشارع، ليش تنصح؟ شلون تعامل وياه؟ ظاهر سياسي حق مشروع. لا، صار مثل تشرين شوية أقوى بعد. لا، إن شاء الله ما يصير، لأن هذا عنف. بحث ثاني. ويواجه بالعنف بوقت. لا، يعني الـ مثل بقية دول العالم، مظاهرات سلمية تواجه بأدوات سلمية، ما نجنح للعنف في مواجهتها، وهذا طبعا خرق للنظام الدستوري. تظاهر حق مشروع، لكن أن تستخدم مثلا القوة المسلحة ضد لا، مو قوة مسلحة، شباب يقتحمون الخضراء مثلا، يعني في إذا أدواتهم سلمية يعني يواجههم بمكافحة الشغب والأدوات الشغب الأخرى، يعني غير هذه، يعني أكو بدول العالم غير شكل، أكو بالعراق غير شكل. نعم، أكو بالعراق غير شكل. لا، هذا مو صحيح. يعني إذا كانت ضمن الشغب وضمن الأدوات اللي يجب أن تواجه من قبل قوات وزارة الداخلية والقوات الأمنية، فيجب مواجهتها. أنا ألفت نظر أخي لنقطة عزيزة كبيرة مهمة جدا، مصير البلد اللي هو أمنه واستقراره، يعني أمن الناس وأعراض الناس وأموال الناس، هي ليس مادة للسجال السياسي. سجال السياسي إلى ميدان آخر. أما أنا بالسجال السياسي أخلي كل وجود في مهب الريح ورضا الخطر، حتى مثلا يكون رأيي ماشي أو كذا، أنا ما أعتقد يعني سماحتي يقدر يفكر بهذه الطريقة.
نعم يستعمل الضغط السياسي، هي أدوات طبيعية للجمهور، تظاهر، ضغط شعبي، لكن ما أعتقد هو رجل ما عنده دور مسؤولي بحيث حول البلد إلى حرب أو إلى كذا، وهذا ما متوقع ولا مرجو من شريك سياسي خاض انتخابات إلى وجود برلماني. لذلك أنا شخصيا أعيب على أي شخص من الإطار أو من التيار أو من جهة أخرى يخلي أمن الناس ومستقبلهم هو مراهن على ما يريده سياسي. هذا يجب أن يكون مصان، هذه مقدسات أموال الناس، مقدسات أعراض الناس، مقدسات حياة الناس، ما تصير مادة للصراع بينه وبينك. صراع بينه وبينك إلى أدوات أخرى، أما هذا إحنا كنا ندعي جميعا، ندعي خدمة هؤلاء الناس. معنى هذا أنه الإطار يجب أن يكون حاذق جدا باختيار شخصية رئيس الوزراء القادم. يجب أن يكون دقيق في اختياره. دقيق غير يعني وهذا أنا أعتبره دقيق دليل الحرص، وأن يكون دقيق في اختيار رئيس الوزراء، ودقيق في الاتفاق مع الشركاء على البرنامج الحكومي الذي يغير المزاج الشعبي ويغير نمط حياة الناس ويستفيد من الوفرة المالية ويوظف القضية الاقتصادية. يعني احنا شنو مشاكلنا؟ نقول مشاكلنا شنو الحادة اللي تواجه الناس؟ المشكلة الاقتصادية والفقر؟ اي مشاكلنا هواي ما تنعد. لا ما يخاف، لا يعني احنا مو بحر المشاكل. يعني مشاكلنا سلاح خارج سلطة الدولة، مشاكلنا فساد ينخر الدولة من راسها. جيد اي مشاكلنا ماكو هوية اقتصادية، مشاكلنا كثيرة، مشاكلنا اي يعني عندنا سوء ادارة، عندنا تصرف خاطئ بالموارد مو صحيح، ماكو رؤية اقتصادية للمستقبل. انا اعتقد كثير من الشخصيات بعراق الا قدرة ان تكون ادارتها صحيحة ولها موارد اقتصادية توظفها بالطريقة الصحيحة. اخي العزيز، التفاؤل هو اول خطوة للنجاح، واذا انا اعتبر المجال مغلق والمستقبل مسدود هذا طبعا شيء خطير. انا اليوم كان عندي لقاء مع قيادات الحشد الشعبي، بصراحه تكلمنا عن عن دور الحشد اللي يجب ان يكون. كل انسان وكل مجموعه وكل شركه وكل دوله تعيش الحاضر بمشاكله وايجابياته، وتنظر للماضي مرات بفخر ومرات بالم، لكن الشغل الشاغل للجميع هو المستقبل. مو صحيح؟ صحيح. حضرتك تفكر انت شغلك في المستقبل، الحاضر تعتبره ماضي، راح يمضي، راح يمر، المفروض استفيد منه. اي فالمستقبل هو والقلق من المستقبل هو محركات اكثر الناس. يعني انا اقلق على امن البلد السلح، اقلق على وضع الاقتصادي احاول اسوي توفير، مو صحيح؟ فلذلك انا هنا يجب ان نصنع لهذا البلد ضمانات. أنا برأيي أعتبر أحد ضماناته الأمنية والاستقرار هو الجيش والحشد الشعبي. هؤلاء يمثلون ضمانات لهذا البلد في مستقبل الاستقرار. إحنا نريد، أنا وأنا أتكلم الآن كرئيس هيئة الحشد الشعبي، نريد من الطبقة السياسية أن تتنافس، تختلف، تتفق، لكن كلها تحت سقف الأمن القومي العراقي، وكلها تحت سقف السلم الأهلي. خروجهم عن هذه السقوف يعني خروجهم عن أصل الوطنية. كرئيس لهيئة الحج الشعبي تقدر تقنع كل الشركاء السياسيين وحتى تقنع المجتمع أنه أنت قادر على الفصل بين ألوية الحشد الشعبي اللي أرقامها محددة وأماكنها محددة يعني ارتباطها بجنابك محدد، وبين الفصائل المسلحة، فصائل المقاومة غيرها، تقدر تفصل؟ أكو فصل بين هاي وبين هاي؟ لا احنا عندنا أكو فصل، بس انت تريد مثلا تقول ماكو تداخل. احنا بدأنا بفصائل تقاتل ويحطها اطار اسمه الحشد الشعبي. بدينا الى ألوية نتهم بعضها بانها يعني لها علاقة هذا التطور يعني. وانت تبدأ ودخلنا معركة، احنا ما كنا مختارين في تشكيل شيء اسمه الحشد الشعبي، او ما كان عندنا خيارات ان نجيب هذه الفصائل او الجهات او هذه العشائر او هذه الاحزاب. يعني والتداخل ايش قد نسبته الان؟ يتضاءل يوميا طبعا. لكن الان موجودين عندنا اعضاء منتسبين بالحشد الشعبي ممكن يشاركون فصيل مسلح بعمليه عسكريه، هذه مخالفه للقانون. واحنا متى اكيد مخالفه، جريمه. شو مخالفه؟ اكيد جريمه. لكن ممكن يشترك من الجيش في وضع جيشنا، ممكن من داخليتنا في وضع داخليتنا الحالي، ممكن من الحشد وضع الحشد الشعبي، لانه
جزء من هاي المكونات الاجتماعية. أما أنت تخلي تسليط الضوء فقط على الحشد الشعبي، إحنا في الحشد الشعبي لا ننخرط في أي عمل مسلح خارج إطار العمليات المشتركة، ونرفض ونحارب ونتخذ كل إجراءات لمنع أن يكون واحد من عناصرنا ومن أفرادنا يستفيد من إمكانات الحشد. طبعا لكن الخلقات أنت تشوفها موجودة، المهربين المخدرات يطلع جزء بالحشد، يطلع بالجيش أو بالشرطة أو بدوائر حساسة أو في دوائر أمنية. هذا مو معيار، لأنه الحشد يتقدم نحو الضبط، يتقدم نحو الانفصال عن كل الكيانات الاجتماعية والسياسية والعسكرية، هو غير الرسمية تقصد. هو بالمناسبة طبعا كل التنوعات به، خلفيات مقاتلين من كل التنوعات، القومية، المذهبية، الدينية، السياسية، الاتجاهات اللي سابقا كان عندهم فصائل وعندهم وجود. فهو جي حصيلة كل هذه الجهات، فأنت التجانس مع الزمن يزيد. طبعا أنت مجموعة من الأسئلة كلها تتعلق بأن يكون الحشد مؤسسة وأن يكون نبرة التفاؤل اللي جنابك اليوم راح تخليني أسأل. أريد سقف زمني لتشكيل الحكومة القادمة. نعم، سقف زمني. نعم. برأيك لتشكيل الحكومة القادمة، يعني أنا من خلال يعني استقرائي للواقع ومن التحديات اللي تمثلها تأخير تشكيل الحكومة وما أشوفه من الحراك السياسي الحالي، يعني إحنا أمام شهر تكمل به التسميات. شهر تكمل التسميات. نعم. يعني بعد العيد بذلك، يعني تسمية رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، رئيس الوزراء، النائب الأول لرئيس البرلمان. أي. هو راح يبدأ عملية تشكيل الحكومة. هي دستورين، هي شهر. النائب الأول راح تأخرون تسميته إلى أن تعرفون رئيس الوزراء. يعني هذا حتى إذا كان الشكل فهذا مو فد عيب، يعني أنه أنت تريد تخوض غمار عملية سياسية بها توازن وبها مشاركة، فمعقول تجيب حكومة بها أكراد مثلاً ما بها سنة؟ لا لا، هسه نحكي على أكراد وسنة، وعندي حكي عنهم وعند بعد. لا يعني الأطراف الموجودة في العملية السياسية يجب أن تكون حاضرة حتى تكون تحس تتحمل مسؤوليتها. إذا خلال الشهر توقعي الشخصي، اليوم خلينا نقول 29-30 نهاية الشهر القادم راح يكون عندنا رئيس. بارك وعيد وكو أي بعد بداية العطلة التشريعية، ورا نهاية العطلة التشريعية بأسبوعين راح يكون عندنا رئيس جمهورية منتخب سيكلف رئيس وزراء. هذا معناه أنه 1/9 ممكن يكون عندنا حكومة مكتملة الصلاحيات. نتمنى ذلك ويشغلنا، أتوقع ذلك. جيد، بس شلون تقدرون تسوون هيك حكومة إذا ما ترضون البارتي مثلا؟ البارتي هالمرة جاي بطريقة مختلفة تماما. أقول لك أني عرقلت. يعني شلون نرضي يعني؟ ترضي حقوق الكردي اللي دي طالب بيها. البارتي جاي هالمرة بطريقة مختلفة تماما. أولا خلينا نقول فلشتوا تحالفة إنقاذ وطن مع السيد مقتدى الصدر، واضطر أن ينسحب من التحالف. هاي واحد من أسباب انسحاب السيد مقتدى الصدر حسن ما وشيع. زين، وجاي عليكم ما راح يحققكم على بياض. أول من خرج من التحالف هو ما حد خرج من التحالف، لا السيادة ولا البارتي. استمع سيد مخلد على سحب نواب البرلمان، صار أمام تحصيل حاصل. والتحالف الثلاثي أخي العزيز، سيد مخلد مو طرف ثالث به. لون التحالف هو محور المحور ولون التحالف هو طرح الحكومة الأغلبية الوطنية. لو الإطار لو ما كنت تحالف ثلاثي والإخوان نسجموا يا ونسجموا مع مرشح المجلس الوزراء ونسجموا مع آلية تشكير الجمهورية، انسحاب سيد مقتدى ترى صار أمر واقع. صار عندكم جلستين أو ثلاثة مع الوفد التفاوضي للبارتي، جلستين أو ثلاثة يمكن مع الوفد التفاوضي. شنو اللي طرحوه وش قد راح تطوهم وهم يطالبون ببرنامج مكتوب وتعهدات مكتوبة وموقعة فيما يخص كل القضايا الشائكة بين بغداد وأربيل وتحديدا قضية النفط؟ في الحقيقة تشكيل الحكومة هو مطلب شعبي عراقي من البصرة إلى زاخة ودهوك، وتكلفة تشكيل الحكومة يدفعها الجميع. وطبعا الأطراف
تبحث شكل الحكومة القادمة وأهدافها، ومن حقنا شريكة في هذه العملية، لكن ليس أنه طرف هو يأخذ طرف يعطي والأطراف الأخرى تأخذ، هي شراكة في الحكومة. والدستور هذا يتكلم عن رئيس جمهورية ينتخب، عن رئيس وزراء يسمى من قبل الكتلة الأكبر. الكتلة الأكبر اجتماعيا سياسيا هي الكتلة، فتأجي دورها بتسمية رئيس وزراء، لكن الحكومة المنتجة هي منتج الجميع، فما واحد في موقع الاشتراط والثاني في موقع الإذعان، إنما هي اتفقتوا يعني كإطار ده أحكي، اتفقتوا تقريبا مع البارتي على أنه حكومة تشكل وفق شراكة وتوازن وتوافق، سمعتها من اثنينكم؟ لا، هذا البيان اللي قرأ من كل الكتل السياسية أي كانوا على المنصة قرب. الشراكة مو مشاركة، هاي مهمة. أي طبعا شراكة حقيقية راح يكون للبارتي بالحكومة القادمة، شراكة الحقيقية وفق الدستور، كله وفق الدستور، وفق الدستور السقف هو الدستور. أنا أشترك في قاعد لك طبعا رئيس جمهورية له صلاحيات وإلى وضع رئيس برلمان إلى صلاحيات وإلى وضع يا رئيس جمهورية اليكتي لو رئيس جمهورية البارتي ينتخب البرلمان الأخير، سينتخب برلمان شخص رئيس جمهورية، أما هذا يريد ذاك يريد هذا، يعني إما يحسم قبل الجلسة. يعني السيد فرح الفياض يروح رايح مع أنه يتم ينزل الحزبين بالمرشحين في جلسة انتخاب رئيس؟ احنا طبعا إن أفضل والبلد أفضل والكرد أفضل أن يتفقوا على مرشح رئاسة الجمهورية، لكن هذا القرار مو بيدنا، هذا الموقع هو يخص الكرد، فنحن ندفع ونشجع ويعني نؤيد أن يتفاهموا، لكن احنا ما نملك سلطة عليهم أن أنت غير مرشحك بالقوة ونوض عليك، هذا مو يعني مو شغلنا، مثل ما هم أيضا يستمعون لمرشحنا وبعدين ينطوا رأيهم. هذا فيما يخص رئاسة الجمهورية، فيما يخص السيادة، ليش دا نسمع مرات أكو في الكواليس نبرات تهديد للسيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نبرات تهديد وكأنه أكثر من رسالة توصل له بطريقة مباشرة وغير مباشرة من بعض الأطراف، مع بعض أطراف الإطار، أنه صارت عندنا الأغلبية بإمكاننا إقالتك في أول جلسة إن لم تنسجم معنا مع نقول مشروع الإطار التنسيقي؟ والله بصراحة أنا ما شفت أنه هذا المنطق هو اللي سائد في كلام مع الأخ الحلبوسي. هو رئيس مجلس النواب إلى صلاحيات، مرشح باسم مكون، هذا المكون واجب الوجود في الحكومة، واجب الوجود في البرلمان. إذا الحلبوسي يجي واحد غيره فنفس المنطق، أنا ما أؤمن منطق الابتزاز ولا منطق التهديد، إنما منطق إثارة المسؤولية والعمل نحو الإيجابية. طبعا إذا ما كانت قبل هذه المرحلة كان أكو شد سياسي وأكو يعني منهج ل احنا كنا نعتقد ما راح يمر، فعلا ما مر هو لاحقا، انه استبعاد اطراف مهمه وخاصه من المكون الاكبر في ظل الظرف السياسي الحالي، طبعا كان يصير عتب ويصير كلام مع الاخ الحلبوسي والاخوان الاخرين، مع الاخ ابو سلمى الخميس، مع الكاكا مسعود، هذا ينبغي وهذا لا ينبغي وهذا يجب لا يكون، هذا طبعا هي في الحوارات عاد كانت تحصل بهذا المنطق. اما منطق انا ما اعتقد انه الشخص السياسي يحترم نفسه يتكلم منطق التهديد ومنطق الابتزاز. هو رئيس مجلس النواب، واحنا ما صار عندنا هاي الظاهره انه الشخص يتغير بدون موافقه مثلا على الاقل الجهه اللي رشحتها او اكثريتها. جبناها على ابو سرمد، ليش اكو محاولات داخل الاطار وجزء لجنابك ايضا بها دور استبعاد السيد خميس الخنجر من الحوارات؟ وإذا نتفاهم مع السيادة بسرعة، ما نتفاهم مع سيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، مري نقعد يا خميس الخنجر، وإحنا نعرف إنه خميس الخنجر جنابك كان لك الدور الكبير إنه يترتب أوضاعه ويرجع، والإطار أيضا وعلاقته طيبة وأيام البناء وغيره، ما الجديد مع أبو سرمد؟ من مصدر معلوماتك؟ من عندي. مو صحيح طبعا. احنا بصراحه ما نريد نستبعد اي شخص، وانا ما عندي هذا المنهج
وأنا شخصيا لا أتواصل مع الجميع ما فيهم الأخ أبو سلمت ما عندي قطيعة، وأدعو الجميع أنه يتواصلون ويكون لهم دور. طبعا أنا كنت غير متفق مع الأخ أبو سلمت فيما قام به، وأعتقد هو سياسيا أخطأ برأيي، وأنا كنت أنصحه وتواصل وياه وما قاطع ويا أي جهة، وتواصل مع الأخ الحلبوسي وأنطي رأيي، لكن أنه أكو تآمر أو أكو منحة لا، هذا اشتباه قد يكون داخل التنافس السني في بعض الأحيان يعني زين هاي الأشياء، لكن أن تقول لي ما شان أكو امتعاض من موقفة مثلا من أطراف الإطار، طبعا أكو امتعاض كان وما أكو امتعاض من موقف حتى الأكل الحلبوسي البداية أكثر من امتعاض كان، مو بس امتعاض لا، يعني اعتبر الموقف ما كان يجب أن يكون بهذه الطريقة، وكنا نمل منه، والرجل بالفترات الأخيرة حاول يعني حتى أثناء بقائه في تحالف الثلاثك حاول أنه وكان يعني يسافر إلى النجف مرات أخرى، يحاول أن يتكلم مع قرب وجهات النظر سيد المقتدى، وما كنا نظرية مؤامرة يعني لا بأس، مو صحيح. الآن إذا خلينا نقول السيد خميس الخنجر يحاول أن يدفع من قبل بعض أطراف الإطار لاتخاذ خطوة شبيهة بخطوة السيد أبو مازن، يعني شو؟ يعني ينسحب من السيادة، يشوش كم نائب عنده بالسيادة ويجي ينضم للتحالف الثبات الوطني، ينصح التعبير؟ لا ماكو جهود أبدا، ماكو لا ولا تشتغلون عليها ولا، ومستبعدة جدا يعني. الأخ أبو مازن طلع وراح للعزم، أي والعزم يعني أعتقد أبو سرمد ما ممكن تصور أنه يلتحق بالعزم، ما يلتحق بالعزم ما يعني تصور عندي ما أي. يعني مستبعدة جدا، فماكو مسعى لتفتيت التحالفات. يعني هذا اللي صار زمن الموضوع عند أخو مازن كان متوقع من زمان، يعني هو رجل إجى بطريقة وكذا، لكن احنا بصراحة ضمن الدروس اللي كان يجب أنصح بها الجميع لا ننشغل بهذه الألاعيب السياسية، ولا ننشغل بإضعاف بعضنا البعض، ولا ننشغل بخلق خصوم جدد في مرحلة نريد نبني ونريد نخاطب الجمهور ونريد نكسب الجميع، ونوجه الرسائل لكل المكونات أنه إلها دور وإلها مكانة وإلها حضور أن تشترك في بناء هذه الحكومة وأن تسهم في بناء مستقبل هذا البلد. غير الإيجابية أخي العزيز، وغير إحنا نقول بدأ الشراكة، يعني هذا ما شراكة، بدأ التوازن يعني معناها كل أطراف موجودة، وهذا طبعا مستلزمات النجاح. أنا ما أشوف البلد يعني بالصورة السوداء، عندنا مشكلة سياسية، عندنا مشكلة في الإدارة، لكن عندنا مشاكل كثيرة أخرى، يعني عندنا مشاكل بالحشد الشعبي، باقي عندنا أقل 10 دقائق والله. خل أبدي بحشد الدفاع، بحشد الدفاع دول اللي ضاع دمهم بين القبائل، لا هم حشد، لا هم وزارة الدفاع، لا هم صحوات، لا هم، شو راح تعاملون إياهم؟ مو مسؤوليتنا أخي العزيز، مو مسؤوليتنا إحنا كحشد الشعبي. إحنا حاجة الدفاع ولا شو تعريفها، هاي كلمة مجازية، متطوعين عملوا مع الدفاع، وزارة الدفاع. إيه بس هذا مسؤولية استيعابهم يوم وزارة الدفاع. وإحنا في هيئة الحشد الشعبي سنة 2015 تم إرسال كتاب إلى الرئاسة الأركان عملية المشتركة بتوقيع الأخ رئيس الوزراء الدكتور العبادي، أنه كل المتطوعين اللي عندكم أرسلهم قوائم إلى هيئة الحشد الشعبي لاستيعابهم في هيئة الحشد الشعبي، وأرسلوا قوائم، أرسلوا أكثر من 30,000، بعد التدقيق تبين هم 20,000، وتم قبولهم جميعا في هيئة الحشد الشعبي. لكن أما اللي بقى بالوحدات وما أرسلوا أسمائهم وأخفوهم أو غفلوا عنهم أو لسبب آخر، إحنا هسه حاليا خلي البرلمان يقول هؤلاء الموجودين في حشد الدفاع خص عددهم مثلا 10,000 انه خص لهم. انا السيده طيب سامي وكيل وزير الماليه مجاوب مكتب رئيس الوزراء حول الموضوع في هذا الكتاب اللي عندي، وتقول تم الحاق كافه العقود بهيئه الحشد الشعبي والتي اصبحت هي الجهه المسؤوله عن صرف رواتب المومه اليهم. مومه اليهم منو؟ اللي 20,000 تتحدث عنهم. خلاص صرفوا رواتبهم وصاروا مقاتلين، بس اللي بس الى الان هم موجودين. الى الان يقول لك على لازم راي وزاره الدفاع وهيئه الحشد الشعبي يلا ينحسب. احنا عرض هذا في مجلس الوطن، اعطونا راينا. احنا مع استيعابهم في الدفاع او عندنا، واعطونا درجات نستوعبهم. اعطونا درجات. زين، مع الوفره الماليه الموجوده حاليا
مع إضافة فقرة المفسوخ عقودهم للحجز الشعبي في قانون الأمن الغذائي، وعددهم يمكن 30,000. إيش قد عينتوا استوعبتوا منعتهم أو رجعتوا منعتهم من 30,000؟ حاليا من أطلق المبلغ، يعني إحنا خلال أقل من شهر 30,000 كلهم راجعين. خلال أقل من شهر طبعا 30,000 كلهم راجع. إذا أطلق المبلغ لو تم أطلاق المبلغ، يعني وعدنا أنه أطلق هالأيام يعني زين. أيام. والمبلغ اللي خصص كافي ليرجع ل 30,000 كلهم، ما تبقى من 30,000؟ أي نعم كلهم. نعم. خلال شهر. نعم زين. بس هو طبعا عدد المقدمين 100,000 دول كلهم مفسوخ عقودهم طبعا. هو يعني مقدم مداوم بالحجز أسبوع أسبوعين شهر سنة كذا. احنا قاعد عليها معايير راح ترجعوهم. احنا نخلي معايير طبعا طول الخدمه. اول معيار خلينا الجرحى، جرح، وبعدين خلينا مثلا درجه اولى لشهيد بالحشد، وبعدين معايير طول مده الخدمه، وهي المسائل اللي حاطين في الخدمة. تاخذون اول 30,000؟ اي طبعا. 30,000 بس على التخصيص الجديد لو لا لا استكمالا هو لا هو ما غيره استكمالا للاستكمال 10,000 يمكن الاولى مو قد. لا هو 30,000 احنا قدرنا نستوعب بالتخصيصات اللي شهر واحد حوالي اقل من 10,000. اي هسه يستكمل الباقي 20,000 باقي. نعم 20,000 معايير معينة اكثر من 20. بقى موضوع خلينا نقول الجامعيين اللي بالحجز الشعبي، وذولا ناس يطالبون ادوا واجبهم، قاتلوا جرحى وقسم منهم مستشهد ايام القتال، يردون يروحون مدنيين حالهم حال الداخليه والدفاع. احنا اخي العزيز لم يقر لحد الان قانون الخدمه والتقاعد لهيئه الحجز الشعبي. زين. ونامل واحنا بدانا بصراحه الان ان نعد مسوده قانون الخدمه والتقاعد للحجز الشعبي، بحيث نكون كبقيه الوزارات الامنيه عندنا كادر مدني وعندنا كادر عسكري، يعني ماكو مشكله. خريج مرات يكون حسب الدفاع وكادر مدني، بالداخلية يكون مدني ويكون عسكري. فبهيئة الحشد نفس العمية، لكن احنا وضع العسكري ايضا غير مرتب بقانون بتفصيل. زين. وعندنا امر لواء اخذ راتب شأنه شأن المقاتل الاخر. لا نريد حشاية، نريد حشاية تنطيها لدول الجامعيين، ماكو امل حاليا. لا ليش ماكو امل؟ بالعكس. تحويلهم الى مدنيين. طبعا. موظف مدني. احنا عندنا راح يصير من تكمل قانون الخدمة والتقاعد. زين. راح طبعا عندنا كادر مدني وعندنا كادر عسكري ودرجات وظيفيه مثل كاي دوائر الدوله الاخرى، السابعه والثامنه والتاسعه. اذا يتحولون الى مدنيين بعد ما يقر قانون. مو كل وعسكري يسعد، من عندنا خريجين مو الكل ما عندنا بالدفاع. هو يريد ان يكون هو مهندس او طبيب حسب حاجه الهيئه المؤسسه ورغبته هو ايضا. زين. موضوع الفروقات ويمها تفصيلك، فروقات الرواتب من تاريخ لتاريخ، اكو تفصيل يمك بخصوص الفروقات؟ والسؤال الأكبر عنها والحديث عن أثر رجعي. لا احنا ضفنا الرواتب الفرق كله، وأنا أعلن ذلك في ذكرى تأسيس الحجز الشعبي. يعني على حد الدينار الواحد، يعني كانت ما مستلمين اليوم شباب يتصلون بي ما مستلمين. لا مو صحيح، مو صحيح، مو صحيح، أقدر أجيب لك الكتب والتفاصيل اللي عندنا، يعني وأنا أعلنتها كخبر يعني وقتها مثل بشرى للإخوان اللي طلع هذا الخبر انه انتم من فلان تاريخ فلان، لكن احنا بصراحه جردنا وعندي المبلغ الرقم عندي قد صرف في ذلك الشهر اضافه الى راتب ذلك الشهر. يعني في الشهر السابع العام الماضي تم صرف فروقات 3 أشهر أو 4 أشهر هي كنا نتكلم عنها. هي من الشهر الواحد لشهر الخامس هي صرفت. نعم. كلها صرفت. صرفت في الشهر السابع العام الماضي. كلها على حد الفلس. موضوع التسكين. هو معناها القانون. قانون. تسكين يعني مثلا عندك سيد درجات وظيفيه للحجز الشعبي. وهاي الدرجات بها مواقع، واحنا عندنا مدراء عامين، عندنا مثلا امراء الويه، عندنا قاده قواطع، عندنا حس الاطار اغلبيه المفروض اول قانون يصير هو هذا. سنون قانون. يعني بعض من القوانين المهمه اللي بها مصالح الناس وبها الحجز الشعبي، الحجز الشعبي مؤسسه مهمه بالنسبه للدوله لمستقبلها. يعني يكونون انت تتكلم عن انضباط ونتكلم عن تكون هيئة مثلا ملتزمة، طبعا هذه كل هذه تؤثر، رتب التسكين المعسكرات كلها تخلق بيئة أكثر للضبط، وهذا طبعا مطلوب احنا نسعى إليه ونعمل.
وأعتقد أنه إحنا في المرحلة القادمة هذا أحد الأهداف الكبيرة اللي نسعى لها. زين، شي يتمنى السيد فالح الفياض أن يكون رئيس وزراء القادم من الجيل الأول لو الجيل الثاني، جيل الشيعي الثاني؟ شي يتمنى؟ أنا أتمنى يكون رئيس وزراء القادم قادر على أداء المهمة ولديه القدرة على أن يحدث نقلة في البلد بالتضامن مع القوى السياسية. من هو القادر على أداء المهمة، الجيل الأول أو الجيل الثاني؟ وأتمنى أن تكون أيضا القوى السياسية بمستوى المسؤولية في أن تتجاوز الأنانية وتتجاوز الذاتية، وأنه كل جهة تحاول أن تكون هي المتصدية وتمتلك زمام كل الأمور. الوقت الآن بصراحة لا يسمح بذلك، وقت يجب أن يكون هناك مقدار من التضحية والإيثار. أردنا لهذه الدولة أن تستمر وتكون دولة ناجحة، الدولة الناجحة. وأنا أعتقد في العراق رجال كثيرون يعني يستطيعون أن ينجز هذه المهمة. أطلب منك خلال 30 ثانية توجه لي رسالة لسماحة السيد مقتدى الصدر. احنا طبعا لما ما حصل من انسحاب الأخوان كان مفاجئ بالنسبة لنا، وكنا نتمنى، وأنا ذهبت والتقيت سماحة الشيخ عدة مرات في سبيل أن نشترك في تشكيل الحكومة. وقت آخر مرة شفته؟ لكن هو الرجل كان عنده رأي أنه يكون نموذج معين للحكم هو يقتنع به. أنا أتمنى أن تنجح الحكومة القادمة، وأن يكون السيد مقتدى الصدر حاضر في الشهد العراقي، أنه هو لم ينتهي كقوة سياسية، خرج من البرلمان لكن في الشارع وفي الميدان وفي الرأي السياسي. نتمنى أن يتفاعل إيجابيا مع المتغيرات الإيجابية التي تنتجها الحكومة القادمة. السيد فرح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لكم، ونشوفكم الأحد إن شاء الله.